هل خرج نتنياهو منتصرا من الأزمة؟ التساؤل الأبرز في الأوساط الإسرائيلية بعدما أقر الكنيست بندا رئيسيا في قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، بندا يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية. النص نال موافقة 64 نائبا من الائتلاف اليميني الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو من أصل 120 نائبا في البرلمان، ما سمح بتمرير البند بعد جلسة عاصفة تعالت فيها أصوات المعارضة بالرفض قبل الانسحاب من القاعة ومقاطعة عملية التصويت. عاصفة المعارضة داخل الكنيست كانت انعكاسا لما كان في محيطه وفي مدن إسرائيلية من مظاهرات واحتجاجات واسعة رفضا لتمرير البند الخاص بالمحكمة العليا كمقدمة لبقية التعديلات التي تتمسك حكومة نتنياهو بإقرارها تحت مسمى إصلاح نظام القضاء. اضطرابات في إسرائيل لاقت ردود فعل خارجية، حيث وصف البيت الأبيض موافقة الكنيست بالأمر المؤسف، وحث الحكومة الإسرائيلية على توافق من خلال الحوار السياسي. أما برلين فجددت تأكيدها على أهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء في إسرائيل. ومع تأكيد زعيم المعارضة يائير لابيد فشل التفاوض مع الحكومة بشأن التعديلات واتساع دائرة المحتجين عليها، تأرجحت أصوات مجموعات داخل المجتمع الإسرائيلي ما بين تقديم طعن في المحكمة العليا وبحث تنفيذ إضراب عام للرد على تصويت الكنيست الذي عكس تصميم نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف على المضي قدما في خطتهم ورفض الإصغاء إلى أصوات المحتجين المتعالية منذ بداية العام.